مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية اليوم بهذا الصباح الاستثنائي بحلقة جديدة من صباحنا غير، أكيد بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وما فينا ما نستذكر بزمن المحبة والتسامح وولادة رسول الحب والسلام، أكيد العمل الإنساني وأعمال الخير يا ليلى. أكيد اليوم رح نروح أيضا لفقرة جديدة رح نحكي فيها عن العمل الإنساني وفعل الخير يلي بترعاه الكنيسة الأم وبتشجع عليه، هذا الشيء من خلال دعم مجموعة من الأنشطة الشبابية يلي هدفها محبة الناس والوطن. اليوم رح نتعرف على أهم هي الأنشطة في كنيسة القديس يوسف، وضيفتنا لليوم هي جيسيكا قبلان، مربية في التعليم المسيحي. سعد صباحك. صباح كل عام وأنتم بخير. ميلاد مجيد على الكل. ميلاد مجيد على الكل يا رب. ميلاد مجيد. يسعد صباحك وميلاد مجيد، كل عام وانت بخير. وانت بخير. بداية خلينا نحكي عن النشاط في التعليم الديني اللي عم تقوموا فيه. نحن مركز تعليم مسيحي، نستقبل الأولاد من عمر 4 سنين لعمر 18 سنة، وعندنا نشاطات للجامعيين، عندنا منهاج بنمشي عليه حسب عمر الطفل لنقدر نوصل له يسوع بطريقة مختلفة بأسلوب مختلف وحسب عمره. طيب خلينا هيك من خلالك نحكي عن التحضيرات لهذا اليوم العظيم ليوم الميلاد. لقاءاتنا بتركز على الحدث، على الحقيقة اللي صارت، انه تجسد الله، تجسد وصار طفل ليعيش بيننا ليعيش معنا. ممكن نعمل اشغال، ممكن نعمل مبادرات، زيارات الاولاد يطلعوها، حتى ممكن نفكر اكثر كيف الاخر لازم نتذكره بالميلاد. في اعمار معينه جيسيكا ما يشتركوا بهي الانشطه؟ نحن الاعمار الاكثر شيء بتشترك هي الاعدادي، يعني 7، 8، 9، وممكن الاولاد الصغار هي تعمل اشغال وتوديها لاولاد ثانيه حتى تحس بالميلاد شوي. اكيد اليوم العمل الانساني جدا مهم، وخاصه بالظروف اللي عم نمرق فيها اليوم. أكيد. الظروف عامه على الجميع. جيسيكا خلينا نحكي اليوم عن دور الشبيبه ضمن الكنيسه، دوركم. الشباب هن عواميد الكنيسه، والكنيسه بلا شباب هي بلا مستقبل. صحيح. لهيك يعني الشباب كثير مهمين، سواء كانوا تعليم او ليجيو او كشاف او اي نشاط اخر بالكنيسه. هن دائما اللي بيعطوا الروح الحلوه، هن اللي دائما بيشتغلوا، عندهم افكار، عندهم ابداع. لهيك نحن كل سنه بيكون عندنا شيء مختلف عن السنه اللي قبلها. تمام. جيسيكا خلينا نحكي اليوم عن رسالتكم اللي بتعملوا من خلالها، اللي حابين توصلوها من خلال هذا الفعل المحبه. بيقولوا بيقول بالإنجيل الكلمة صار جسدا وسكن بيننا. هاي الكلمة تجسدت لفعل حب، لو ما صارت فعل نحن ما كنا قدرنا نفهمها. بهاي الأيام الصعبة اللي عم نمرق فيها، بالأشياء الأساسية اللي نحن ما عم نقدر نلبيها لبيوتنا، كتير كتير مهم إني حس بالآخر، حس بالحدا المحتاج وبالحدا البردان، بالحدا البردان والمحتاج. أكيد جيسيكا اليوم دوركم كشباب اليوم أنكم تفعلوا هذا الإحساس وترجموه مو بس بالإحساس على الأرض، وهذا الشيء بيكون عن طريق نشاطات، عن طريق فعاليات عم تشتغلوا عليها. ذكرتي حضرتك أنه بتقوموا ببعض المبادرات، بتقوموا ببعض الأنشطة، خلينا هيك من خلال حضرتك نتوسع أكثر عن هي المبادرات. نحن ممكن نطلع نقسم مجموعات يطلعوا يركبوا شجر لعيال هي معنا قادرة، يروحوا يزوروهم ويقدموا أشياء هن بحاجتها للميلاد، نعمل لهم أشغال هون بالكنيسة ونوديها ليزينوا شجرتهم، نروح نزور مأوى العجزة، نروح نزور دار الأيتام. يعني أي نشاط نحن بنقدر نسويه نحن عم نسويه، عم نحاول إنه نتذكر الكل بالميلاد، بالذات بهذا الوضع يلي عن جد وصلنا له من سياسة أنا ومن بعد الطوفان. ما عاد حدا حس بحدا وما عاد حدا قدر حدا. كتير مهم إنه الولد يحس بحدا ويحس إنه في حدا بحياته مهم وحدا بحياته محتاج. تمام. ويقدم له شيء لو بسيط بفعل حب. قديش مهم هذا الشيء وقت الأطفال بيتعلموا من الصغر عمل الخير والمحبة، كيف بيكون اندفاع الأطفال وشعورهم وتعاملهم مع هي الأمور والأنشطة كمان اللي عم تقوموا فيها؟ كثير مهم الولد يحس بهدول الشغلات. نحن بنلاقي فرق بين الأولاد اللي هي بهذا النشاط وبين الأولاد اللي هي ما أنا موجودة بهذا النشاط. هي عن جد بتكبر بقلب الكنيسة. صحيح. بتكبر بمحبة، بتقدر تقدم حتى وقت تكبر هدول الشغلات بكل حب بكل تواضع.
بتأسسوا عليها هدول الأطفال، أكيد. فبتصير هي رسالتهم فيما بعد، مثل اليوم مع جيسيكا وغيرها من الشباب والصبايا حملوا هي الرسالة. وقت منقول التسامح والخير، نحن عم نحكي عن العمل التطوعي، عم نحكي عن مجموعة شباب وصبايا حبوا ينزلوا ويكونوا مع الناس. اليوم خلينا نحكي عنكم أكثر، عملكم، هل أنتم طلاب جامعة؟ كيف عم تقدروا تنظموا وقتكم؟ كيف عم تقسموا المهام بيناتكم؟ خبرينا أكثر اليوم. نحن أكيد أعمار مختلفة عنا، من يعني كلياتنا جامعات، وأكيد كله عنده جامعات وفحوصات وهيك، بس نحن كتير مهم إنه نحن هذا الشيء تطوع، فكتير مهم إنه نكون فيه نوصل رسالتنا صح، فكتير منحاول نظبط مواعيدنا على أساس إنه خلص نهار المركز هو للمركز، نهار تحضير المركز لتحضير المركز. ما في حدا بيقول أف أو بيتأفف من هدول الشغلات، لأنه القصة عن حب، هي الشغلة عن جد عن حب، ولو ما نحن ما منحب ولو مو قادرين فما حدا رح يقدر يكون بهذا المحل. تمام جيسيكا، يعني لاحظنا بالسنوات اللي مرت فيها سوريا ولحد هذا الوقت بالظروف الصعبة كتير انتشرت الأعمال التطوعية وخصوصا للشباب، خلينا نحكي شوي عن أهمية الأعمال التطوعية. كتير مهمة وكتير بتعطي دافع لحتى تضلي انت بهذا البلد، لحتى يعني بتشوفي انه شباب عم تشتغل، فنحن عن جد قادرين نعمل شيء بهذا الوضع يلي نحن فيه. كثير مهم اي حدا صغير او كبير يشارك بشيء تطوعي ولو شيء بسيط، لانه هو عن جد بيعمل فرق كثير كبير. طبعا جيسيكا، اكيد مجهودكم يعني لا يقل اهميه عن اي فريق تطوعي اخر في سوريا كان موجود على الارض خلال سنوات الحرب وحتى الازمات اللي مرقت فيها سوريا، ولكن هذا العمل الجميل حتى يكمل انتم بحاجه لدعم. خلينا نحكي عن الدعم المقدم من الكنيسه لكم. اكيد الكنيسه ما بتقصر وكثير بتعطينا تسهيلات، يعني نحن اي شيء بدنا اياه، اي شيء بنطلبه نحن بدنا الكنيسه بوقت فاضي، بدنا تحت يوقفوا شوي من الضجه اللي بتصير او هيك، نحن كل شيء عم بيكون معنا. داعمنا هن الخوارنا اكيد بكنيستنا، هن كثير بيدعمونا اذا بيصير في شيء سوء تفاهم بيننا وبين الاهل، فهن الداعم الاكبر بيناتنا. ونحن يعني اذا هيك الاشياء اللي بتعطينا قوه هو هذا المكان، هو الله. تماما، يعني عمل الخير ومد يد العون للاخرين اكيد مهم باي وقت، أكيد. لكن قديش له اهميه انه نستذكره دائما وخصوصا بعيد الميلاد. كثير كثير مهم انه نحن نتذكر عن جد انه في عالم بحاجه لهذا الشيء، ونحن عن جد نعمله بفعل حب. أكيد جيسيكا، ومثل ما قلتي دائما نحن بننجح بحياتنا بأي شيء بالمحبة. دائما وقت نحن بنشتغل وبننجح بنمرق بصعوبات، وهي الصعوبات أكيد بتفرض نفسها بسبب ظروف الحياة، بسبب الظروف. اليوم أنتم كيف عم تحفزوا الناس لحتى تيجي وتحب التطوع أو تحب تقدم لناس هي نحن مفروض نحن نفكر فيها بهي، مو بس بأعياد الميلاد أو بالأعياد الأخرى، بالوقت بشكل عام، يعني كيف عم تحفزوا الناس؟ نحن بندعي الكل لهذا الشيء، بس إذا ما طلع من القلب ومن دافع محبة فكتير بيكون صعب أوقات. نحن بنعمل كثير نشاطات هون بالكنيسه وكثير شباب بتكون معنا، فكل الشباب بتتحمس بعد ما تشوف الاشياء اللي بنعملها من رقصات من سكتشات من العاب جديده من العاب نحن عن جد منطلعه من زينه نحن بنعملها، فالشباب بتتحمس لانه تتطوع. سكتشات يعني ذكرتي يمكن عم تقدموا رساله من خلال هذا تماماً السكتش للناس. تمام، هي مسرحيات صامته، مسرحيات بتكون فيها حكي كثير، اي شيء بدل على الشيء اللي نحن بدنا نوصله، الرساله اللي بدنا نوصلها ممكن نعملها بسكتشات. جيسيكا، ذكرنا الاعمال التطوعيه وذكرنا الاطفال ومشاركتهم فيها، قديش مهم الطفل لما بيشارك بالاعمال التطوعيه من صغر، قديش هي بتعطي دافع له؟ كثير بيكبر بمحبه، بيكبر بهذا المكان وما عاد يقدر يترك هذا المكان اذا كان عن جد عم بيعمل فيه. تماما، بنتمنى لكم النجاح بهي الرسالة. شكرا. الإنسانية، رسالة الخير والحب والتسامح أكيد، وبدي أرجع عايدك جيسيكا، وأكيد كل عام وأنت بألف خير، وأكيد بخير سوريا بألف خير. عليكم ميلاد مجيد على الكل يا رب. ميلاد مجيد عليك وعلى كل عائلتك يا رب. شكرا لك. شكرا لكم.